على أعتاب الشهر الثالث ولليوم 60 على التوالي، تستمر التظاهرات في بغداد العاصمة ومحافظات عديدة بعد عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته لمجلس النواب، حيث أعلن المتظاهرون مطالبتهم بوطن يخلو من الفساد والمفسدين. وأكد متظاهرو ساحة التحرير استمرار التظاهرات والاعتصام لحين تحقيق جميع مطالبهم، مؤكدين أن إقالة الحكومة كانت المطلب الأول فقط، وهي تعد الانتصار الأول الذي تحقق بفضل دماء الشهداء والتضحيات وثبات المتظاهرين والمعتصمين، مبينين أن المطالب الأخرى تتمثل في تشريع قانون انتخابات عادل وتشريع قانون جديد لمفوضية الانتخابات واختيار مجلس مفوضين من المستقلين، وبعد إقرار تلك القوانين من قبل مجلس النواب يقوم بالتصويت على حل نفسه، لكن تجري الانتخابات أو لكي تجري الانتخابات المبكرة وبإشراف أممي. المشكلة في حل الواقع السياسي العراقي ليس باستقالة عادل مهدي، إنما المشكلة حل البرلمان وإلغاء الطبقة السياسية، لأن الطبقة السياسية والبرلمان خلال فترة 16 سنة 17 سنة فشلت في بناء هوية عراقية. المفروض أنه أولا يحل البرلمان بالكامل، إلغاء مفوضية الانتخابات، تكوين انتخابات مفوضية جديدة وانتخابات جديدة، وأن تكون على الدوائر متعددة، ولا يقول لي أريد 50% و30% و40%. ماكو واحد من ذوول الطبقة الفاسدة يرشح نفسه نهائيا من أي جهة كانت. حكومة فاسدة دمرت الشعب، لا صحة لا تعليم، لا حتى حضارتنا دمروها، محافظاتنا دمروا محافظاتنا، قتلوا ولدنا. استقالته ما مو كافي علينا، نريدهم كلهم شيء أقل، لأن إحنا هاي ولدنا راحت قابل يروح دمهم هدر، يجيبون أحزابهم تقتل بولدنا، يجيبون جماعتهم يقتلون بولدنا ويخطفون بولدنا وبناتنا. إحنا مو كافي علينا هاي، ملينا وتعبنا.